السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في قناة مستر علي السيد. إن شاء الله النهاردة ده أول فيديو من فيديوهات الرواية Great Expectations، آمال عظيمة. كاتب الرواية دي أو القصة دي اسمه تشارلز ديكنز، والكاتب تشارلز ديكنز من أشهر الكتاب في الأدب الإنجليزي. النهاردة إن شاء الله هناخد chapter 1، الفصل الأول. هنبدأ الأول بالشخصيات. عندي فيليب بيرب، a young man، شاب، the main character، دي الشخصية الرئيسية، وممكن أسميها the hero، البطل. Mrs. Joe، دي أخته، Pip's older sister. Joe Gargery، اللي هو زوج أخته، the husband، زوج of Pip's older sister، وشغال a blacksmith، يعني حداد. Mr. Bumblechook أو Uncle Bumblechook، Joe's uncle، ده عم جو. وعندنا الشخصية الأخيرة a convict، معناها سجين أو مدان أو هارب، سجين. One cold gray afternoon، في يوم كده بعد الظهر، واليوم ده كان cold، ساقع، و gray يعني رمادي، هنا المعنى مجازي، دليل إن في الجو ضباب أو غيوم وهكذا. In the middle of winter، في منتصف الشتاء. A small boy sat alone، ولد صغير قعد لوحده. Near the marshes، بالقرب من المستنقعات. Near the marshes، he was crying، كان بيعيط. That small boy was me، الواد الصغير ده كنت أنا، اللي اسمي فيليب بيرب. إذن كده البطل بتاعة القصة هو الراوي برضه في نفس الوقت، هو الذي يروي القصة، narrator. اسمه ايه يا شباب؟ فيليب بيرب. As my name was difficult، وبما ان اسمي كان صعب، to say when I was small، انه يقولوه لما كنت صغير، my name became Pip، اسمي اصبح Pip، اختصروه بدل فيليب بيرب الى Pip. I was crying because it was Christmas Eve، انا كنت بعيط عشان دي كانت ليلة الكريسماس. And I was an orphan، وانا كنت يتيم. Orphan يعني يتيم. My parents were dead، والدي كانوا ماتوا، ميتين. And so were five of my brothers and sisters، ونفس الكلام خمسة من إخواتي الصبيان والبنات. This happened when I was very young، والكلام ده حصل لما أنا كنت صغير جدا. So I didn't remember them، عشان كده أنا مش فاكرهم أساسا. I had lived with my sister and her husband، أنا كنت عايش مع أختي وزوجها Joe Gargery، اللي كان اسمه Joe Gargery، for most of my life، لمعظم حياتي. Joe was the village blacksmith، Joe ده كان الحداد بتاع القرية. And Mrs. Joe was 20 years older than me، وأختي Mrs. Joe كانت أكبر مني بعشرين سنة. She was tall، كانت صفتها أنها طويلة. And thin، ونحيفة. And liked to complain about me، complain about يعني يشتكي من أو بشأن، complain about، وكان دايما بتشتكي مني. She was often angry، وكانت دايما غاضبة. But Joe was my friend، ولكن جو على عكس المعتاد، المفروض زوجها يكون إيه، يكون مثلا أقل منها في الحنية أو بيعامله وحش، لا ده كان بيعامله حلو جدا، وكان صديقه على عكس أخته. On this gray afternoon، في الفترة دي اللي بعد الظهيرة اللي وصفها بأنها gray، معناها قاتمة أو رمادية. When I was about 7 years old، كان تقريبا عمري 7 سنوات. إذن أخته كان عندها 27 سنة، عشان قلنا إنها أكبر منه بعشرين سنة. She was 20 years older than him. I had walked down to the graveyard، رحت إلى المقابر. Graveyard يعني مكان المقابر. At the edge of the village، كلمة edge معناها حافة، على حافة القرية. I sat by my parents' grave، قعدت جنب المقبرة بتاعت والدي. Grave معناها مقبرة. As the afternoon light slowly disappeared، بينما كان يختفي الضوء بتاع فترة ما بعد الظهر كده ببطء. Slowly disappeared. The marshes، المستنقعات nearby، بالقرب مني. Became dark، أصبحت إيه؟ ضلام بقى. And frightening، ومخيفة. I was going to leave and go home، أنا كنت خلاص هقوم وامشي بقى. When a terrible voice، لما طلع لي صوت فظيع كده، shouted، وزعق وقال quiet، يعني اخرس، اهدى بقى، مش عايز صوت. Quiet،
Then a man appeared from behind a grave. وبعدها رجل ظهر من وراء مقبرة. I nearly jumped out of my skin. تقريبا أنا قفزت أو انسلخت من جلدي. طبعا هنا ده الترجمة الحرفي، المجازي يعني اترعب، اتخض جامد يعني. What's your name, boy? اسمك ايه يا ولد؟ He shouted, walking slowly towards me. وهو ماشي بالراحة ناحيتي كده. فقال له Pipsir. Pip وهو خايف كده. Pipsir. فقال له Show me where you live. وريني انت عايش فين. فسيد the man, I pointed to my village. فشاورت على القرية بتاعتي. Not far away. مش بعيدة قوي. Who do you live with? طب انت عايش مع مين؟ My sister, sir. مع أختي يا سيدي. اللي اسمها Mrs. Joe Gargery. She's the wife. إنها زوجة of Joe Gargery. The blacksmith. حداد القرية. Sir, يا سيدي. طبعا الجملة دي والحتة دي تحديدا A blacksmith إيه؟ عجبت الكونفيك ده، السجين ده. قال له A blacksmith؟ حداد؟ The man looked down. الراجل ده بص لتحت كده، بص على حاجة لتحت. And I saw his leg irons. وساعتها بقى شفت الكلبشات بتاعت رجليه. يبقى كده احنا فهمنا هو فرح ليه بقى لما قال له A blacksmith، حداد، لانه اكيد عايز حاجة ايه يشيل بيها الكلبشات. Then I noticed، وبعدها لاحظت his old gray clothes، ملابسه القديمة الرمادية. And his thin dirty face، ووجهه المتسخ النحيف. He was shaking، وكان بيترعش. بيترعش بقى من البرد، من الجوع، من الخوف، ايا كان. Do you know what a blacksmith file is؟ فسأله قال له هو انت عارف يعني ايه المبرد بتاع الحداد؟ He asked. Yes sir. نعم يا سيدي. طبعا المبرد زي ما انتوا شايفين اهو بيستخدمه في تنعيم الحديد، وبالتالي كان يستخدمه في ازالة الليج ايرنز. He suddenly grabbed my shoulders. فجأة كده راح شددني من كتافي. يبقى grab معناها يجذب بشدة. He suddenly grabbed my shoulders and shook me. وراح هزني جامد كده. I want you to bring me that file early tomorrow morning. أنا عايزك بقى تجيب لي المبرد ده بكرة الصبح بدري. And some food. وبعض من الطعام too أيضا. Then I will let you live. وبقى ساعتها سيبك تعيش. يبقى هنا هدده بقى بالموت. What do you say؟ إيه رأيك؟ I was frightened. كنت خايف. So I promised. عشان كده وعدته to bring the file. إني أجيب له الملف and the food. والطعام to him the next day. في اليوم التالي. Now go home. دلوقتي يلا اذهب إلى البيت. وزعق له جامد. يلا روح البيت يلا. I ran. فضلت أجري بقى until حتى I could run no more. خلاص نفسي قطع، ما قدرتش أجري تاني. When I looked back، لما بصيت ورايا كده، I saw the man، رأيت الرجل، far out on the marshes، بعيدا في المستنقعات، a black shape، على هيئة شكل كده أسود، against the angry red sky، مواجها السماء الحمراء الغاضبة. طبعا الكلمة دي ليها دلالة، تمام؟ الموقف مخيف، the angry red sky. Once بمجرد I got my breath back. I got my breath back معناها استعدت أنفاسي. هو كان نفسه قطع من الجري. I got my breath back. I got my breath back. مجرد ما التقطت أنفاسي بقى I hurried home. رجعت بقى إلى البيت مسرعا. As fast as I could. بأسرع ما يمكن. When I ran into the kitchen. ولما دخلت المطبخ. Feeling happy. وانا حاسس ان انا مبسوط بقى to be home safely. ان انا بقى رجعت البيت بامان. Mrs. Joe ظهرت له بقى. Mrs. Joe اخته اللي بتزعق دايما. Angrily بغضب. Asked me. سألتني where I had been. انا كنت فين. فقلت لها only to the graveyard. انا بس رحت لايه المقابر. I cried. وانا بعيط. Graveyard. المقابر. She shouted. زعقت جامد. You are lucky not to have been put in the graveyard long ago. ده انت محظوظ يا ابني ان احنا محطناكش في الايه في المقابر دي من زمان. It's because of me. الموضوع ده بسببي. موضوع ان انت لسه عايش ده بسببي. That you are still here. ان انت لسه ما زلت هنا. But I didn't want to look after you. ورغم عن ذلك انا مش عايز اعتني بيك.
It's bad enough. مش كفاية يا ابني ان انا being a blacksmith wife, ان انا زوجة حداد. يبقى ولا عاجبها عيشتها, ولا عاجبها انها زوجة حداد, ولا عاجبها انها تعتني باخوها. I never asked to be your mother. واكدت الكلام وقالت انا عمري ما طلبت اني اكون مامتك. That evening, في تلك المساء, I had work to do in the kitchen. كان عندي شغل لازم أعمله في المطبخ as usual, كما هو المعتاد. يبقى دايما كانت بتشغله في المطبخ. It was almost bedtime. كان تقريبا ده وقت نومي. And I was helping to prepare lunch. وكنت ساعتها بجهز غدا for the next day, لليوم التالي. When I heard a loud noise. ساعتها بقى سمعت صوت عالي جدا جدا. Listen, استمع. What's that? ما هذا؟ I said, أنا قلت الكلام ده. فجو قال له A convict escaped last night. سجين أو مذنب هرب الليلة اللي فاتت. That noise was a warning. الضوضاء دي كانت تحذير. Warning يعني تحذير. To everyone, لكل شخص. In our village, في قريتنا. That another convict, إني سجين تاني آخر يعني, has got away, هرب. فميسيس جو أخته بقى قالت From the prison ships, من سفن السجن. هو ما فهمش يعني ايه سفن السجن دي. What are they؟ فقال ايه هي دي؟ ايه هي سفن السجن دي؟ They are ships. هي سفن where they put people. بيحطوا فيها الناس because they have committed a crime. Commit a crime معناها يرتكب جريمة. يبقى لانهم ارتكبوا جريمة وضعوهم في سفن السجن. Replied my sister. واللي قالت الكلام ده اخته. Now go to bed. دلوقتي يا حبيبي يلا روح نام, وقتك خلص بقى. She shouted, زعقت بصوت عالي. I remembered that I had seen a broken old ship. افتكرت بقى ساعتها ان انا شفت ايه, سفينة قديمة broken اللي هي محطمة او معطلة او مكسورة. Far out on the marshes, بعيدا في المستنقعات. That day, في تلك اليوم. Perhaps it was a prison ship, ربما كانت سفينة سجن. As I fell asleep, بينما كنت بحاول أنام بقى, I realized, أدركت, that the man, أن الرجل, I had met, اللي أنا قابلته, that day, في تلك اليوم, was one of the escaped convict, كان أحد السجناء الهاربين. He wanted a blacksmith file, وكان عايز المبرد بتاع الحداد, so that, حتى he could take off. ركز على الجملة دي. He could take off, يعني يستطيع إزالة his leg irons, كلبشات رجله, and get away from the marshes, ويهرب بقى أو يبتعد عن المستنقعات quickly, سريعا. He scared me, ده خوفني جدا. But I also, ولكن في نفس الوقت, I felt sorry for him. كنت حاسس إن أنا إيه, إن أنا أشعر بال حزن والأسى من أجله, يعني صعب عليه يعني من الآخر. يبقى كده عنده إيه, mixed feelings, شعور إيه, مشاعر مختلطة كده, ومش عارف هو خايف منه ولا إيه صعبان عليه وهكذا. Early the next morning, في الصبح بدري كده اليوم اللي بعده, I got up, صحيت بقى, and went into the kitchen, ودخلت المطبخ. It was Christmas day, كان يوم لكريسماس, and guests, وضيوف, were invited to dinner, تم دعوتهم إلى العشاء. There was some delicious cheese, وكانت في جبنة لذيذة, in the kitchen, في المطبخ. As well as, أيضا أو بالإضافة إلى nuts, مكسرات, apples, تفاح, and oranges, وبرتقال, and a cold meat pie, وفطيرة لحمة كده بس كانت بردت. I took them all, أخذتهم كلهم بقى. Then I went into Joe's workroom, وبعد كده دخلت الورشة بتاعت Joe, and found, ووجدت a blacksmith file, المبرد بتاع الحداد. طبعا عارفين هو الكلام ده كله مجمعه ليه, عشان يديه للconvict. Closing the front door, هنا كان في كلمة after. After closing the front door quietly, بعد ما قفلت الباب الأمامي بهدوء بقى, behind me, خلفي, and holding all the food carefully, وبعد ما شلت كده وحملت الأكل بعناية, I set off. Set off معناها ينطلق, انطلقت بقى ناحية الايه, المارشز, المستنقعات. I ran to the graveyard,
جريت ناحية المستنقعات أو هنا graveyard اللي هو الفناء بتاعة المقابر and then out into the mist وبعدها دخلت في ضباب mist ضباب and over the wet marshes وعلى المستنقعات الرطبة والمبتلة. suddenly فجأة quite by surprise مرة واحدة كده من هول المفاجأة I saw a man رأيت رجلا in gray لابس ايه لون رمادي who seemed to be asleep شكله كان نايم. he wore leg irons كان لابس كلبشات الرجل and stood up وقف when he saw me لما شافني. at first في البداية I thought he was the man اعتقدت انه هو كان الراجل that I knew اللي انا عارفه اللي هو الconvict but then I realized بس بعدها ادركت بقى that his face was different ان وجهه كان مختلف. he looked at me راح بصلي كده for a moment للحظة before disappearing قبل الاختفاء into the mist في الضباب. I wondered تساءلت who he could be هو ممكن يكون مين and what he was doing out there وكان بيعمل ايه هناك. soon afterwards بعدها فترة قريبة كده I found the man وجدت الرجل I was looking for الذي كنت أبحث عنه. I gave him أعطيته the food at once الأكل في الحال at once يعني في الحال فورا تسوي immediately and he ate it quickly وأكله بسرعة as I told him about the other man وبينما كنت أخبره عن الرجل الآخر that I had just seen اللي أنا شفته دلوقتي. he wanted to know وأراد أن يعرف who he was هو كان مين and where he had gone وراح فين but I couldn't tell him بس ما قدرتش أقوله لأنه ما كانش عارف أصلا. then ثم as soon as بمجرد بقى he had eaten ما أكل الأكل he took the file أخذ المبرد from me مني and started trying to remove his leg irons وبدأ يحاول يشيل الايه الكلبشات بتاعت رجليه with an angry look بنظرة غاضبة on his face على وجهه. I was afraid again كنت خايف تاني بقى so I ran home عشان كده جريت للبيت بقى as fast as I could بأسرع ما يمكن. As I ran back across the marshes وأنا راجع عبر المارشز المستنقعات I could hear كنت أقدر أسمع the sound صوت الإيه the file المبرد on the leg irons على كلبشات الرجلين through من خلال the mist أو عبر الضباب. mist معناه الضباب زي ما اتفقنا. Mrs. Joe was busy preparing the house for guests. Mrs. Joe كانت مشغولة في تجهيز البيت للضيوف. So Joe عشان كده Joe and I وانا we're alone together كنا قاعدين لوحدنا مع بعض. together معناها معا. I began بدأت بقى to feel guilty احس ايه بالذنب يبقى كلمة guilty معناها مذنب. بدأت احس بالذنب about the food بشأن الاكل and the file والمبرد which I had stolen اللي انا سرقتهم that morning في تلك الصباح. And I wanted to tell Joe وأردت أن أخبر جو what I had done اللي أنا عملته. But then I thought he might not want to be my friend بس ساعتها فكرت بقى للحظات إنه ممكن بقى إيه ما يبقاش صديقي تاني if I did لو عملت كده. So I said nothing عشان كده ما قلتلوش أي حاجة. It wasn't long before the guests arrived. وساعتها بقى الضيوف وصلوا بسرعة and we sat down to Christmas dinner. وقعدنا للعشاء بقى بتاع الكريسماس العشاء الأسود. At first في البداية nobody noticed مفيش حد لاحظ بقى that anything was missing إن في أي حاجة ضايعة. But then بس ساعتها to my horror من وقعتي السودة بقى to my horror يعني لرعبي كلمة horror معناها رعب. كان مرعوب طبعا وانتوا عارفين ليه. Mrs. Joe invited everyone to try the delicious meat pie. يا وعيتك السودة يا بيب. ندهت على الناس بقى الضيوف بقى وقالت لهم بصوا انا جايب لكم ايه لحمة او فطيرة لحمة لذيذة خالص تمام. That Joe's uncle اللي عم Joe Mr. Pumblechook had given us ادها لنا. The guests happily agreed. يا نهار أبيض. الضيوف بقى وافقوا بإيه؟ بسعادة ومش عارفين إنه ما فيش أصلاً فطيرة. And she went to find it. وراحت عشان تجيبها.
جو تولد مي جو قال لي I could have some. انت تقدر يا بيب تاكل شوية منها. لا والله مش هقدر لان اتاكلت بالفعل, اكلها الكونفكت. And I felt very bad. وساعتها حسيت ايه, ان انا سيء جدا, حسيت ان الامور هتبوظ خالص. At any moment, في اي لحظة بقى Mrs. Jo was going to discover, هتكتشف بقى that the meat pie, ان الفطيرة دي فطيرة باللحمة, had disappeared, اختفت from the kitchen, من المطبخ. زي ما انتوا شايفين في الصورة قاعد ماسك المعلقتين ومستني الفطيرة اللي مش موجودة. طيب unable to stay, وانا غير قادر على ان اظل at the table, على الترابيزة او المنضدة او هنا معناها السفرة, يعني انا مش قادر اقعد على السفرة. بيب بيتكلم انا مش قادر, انا عارف ان انا هتتطربق فوق دماغي في اي لحظة. With all the guests any longer, جنب الضيوف خلاص ما بقتش قادر اقعد جنبهم. I got up, قمت مرة واحدة كده from my chair, من كرسي بتاعي, and ran to the front door, وجريت ناحية الباب الامامي, ههرب بقى خلاص ما قداميش غير كده. But when I opened it, بس لما فتحته, a group of soldiers, مجموعة من الجنود, يبقى كلمة soldiers معناها جنود, مجموعة من الجنود entered, دخلوا. Just as Mrs. Joe came, بمجرد ما في نفس الوقت ميس جو طلعت بقى باك ورجعت, into the room shouting, وهي بتزعق وانتوا عارفين بتزعق وبتقول ايه, the pie has gone, الفطيرة اختفت. The appearance of a group of soldiers, منظر المجموعة من الجنود دي, made the guests, جعل الضيوف forget about the pie, ينسوا بقى موضوع الفطيرة. الحمد لله. يبقى رب ضارة نافعة, a blessing in disguise, رب ضارة نافعة. And they all stood up, وكلهم وقفوا بقى from the table, من على السفرة. Everyone wondered, وكله تساءل, why the soldiers, ليه الجنود بقى, soldiers had come, جم. And we all felt nervous, وكلنا بقى حسين ان احنا ايه, متوترين. We need a blacksmith to mend some handcuffs please, the first soldier said. فالجندي الاول قال احنا محتاجين حداد عشان يصلح, من نفس معنى فيكس بالظبط, يصلح الايه, بعضا من كلبشات اليد, يبقى leg irons كلبشات الرجل, hand cuffs كلبشات اليد. We're looking for two convicts, واحنا بندور على ايه, سجينين, who broke their handcuffs, اللي هم كسروا الكلبشات اليد بتاعتهم, and escaped, وهربوا. طبعا عرفتوا مين هم دلوقتي. We think they are hiding out on the marshes, نعتقد انهم مختبئين في المستنقعات. Although they probably won't try to get away until tonight, بالرغم من ذلك هم من المحتمل مش هيحاولوا ايه يهربوا حتى هذه الليلة. When he asked if we had seen them, لما سألنا بقى في حد فيكم شافهم, everybody else, كل واحد فينا said no, قال لا, تمام ما شفناهمش. لكن انا بقى كبيب I didn't speak, ما تكلمتش. Joe mended the handcuffs, جو صلح لهم الهاندكفز دي الكلبشات, for the soldiers, للجنود. And they waited with us, وفضلوا مستنين معانا, as he worked, بينما كان يعمل. When they were finished, لما خلصوهم, Joe and I followed the soldiers, جو وانا بقى مشينا ورا الجنود, out of the village, خارجا الى القرية, and onto the marshes, ومتجهين ناحية المستنقعات. I hope we don't find the convicts, Joe, فراح بيب قال بصوت واطي كويتلي كده, انا اامل ان احنا ما نلاقيش الايه, المساجين دول او السجينين يا جو. فسبحان الله راح جو رد عليه نفس الرد وقال له me too بيب, وانا كمان يا بيب. day became night, احنا مش عارفين ليه هو قال كده, مش عارفين ليه جو قال وانا كمان. day النهار became night, اصبح ليلا. as we walked over the marshes, بينما ايه كنا نمشي ناحية المستنقعات. It was raining, كان الجو بمطر. And the wind, والرياح, blew the rain into our faces, كانت بتزق كده الايه او تدفع المطر ناحية وشنا. Suddenly, فجأة, we heard angry shouts nearby, سمعنا صيحات غاضبة, صوت عالي جدا كده. I was afraid, كنت خائفا, of what was about to happen, مما سوف يحدث.
طيب افتحوا معايا كده صفحة 10 من كتاب المعاصر قصة Great Expectations، هتلاقوا القصة كده منفصلة لوحدها في كتاب لوحده صغير كده. هتلاقوا أسئلة اسمها Critical Thinking، أسئلة تفكير نقدي، عشان كده الكتاب عمل إيه؟ Suggested Answers، أسئلة أو إجابات مقترحة للأسئلة دي. يعني إيه إجابة مقترحة؟ يعني ممكن أنت تجاوب غيرها مفيش مشكلة، لأن اسمها تفكير نقدي. المهم تكتب جملة سليمة ولها علاقة بالأحداث، إن شاء الله إجابتك صح 100%. طيب بما اننا السنين اللي فاتت ما كناش نكتب جملة، عشان كده عايزكم تمسكوا معايا ورقة وقلم او كشكول وقلم وتكتبوا كل جملة بقولها. لازم تكتبوا عشان ايه؟ نعرف نقول جملة ونحل السؤال ده كويس في الامتحان، لانه ان شاء الله سؤال مضمون. هنبدأ بالسؤال الاول، بيقول Why do you think، لماذا تعتقد تشارلز ديكنز ان الكاتب بتاع الرواية او القصة دي chose، اختار بيب as the narrator. قلنا narrator معناها راوي of the story، راوي القصة. بصوا بقى اعمل لكم حركة لذيذة هتحفظوا اللي اقول لكم عليه بس، ماشي؟ to make من اول هنا، to make لكي يجعل the story، لكي يجعل القصة more believable، بس دي اول جملة اكتبوا معايا، to make the story more believable، لكي يجعل القصة اكثر ايه واقعية تصديقا، يعني to make the story more believable. كرروا معايا to make the story more believable. وكمان اللي جاية مهمة خالص، هقول when the hero is the narrator، لما البطل يكون هو الراوي it's easier، من السهل to express the inner feelings، أن تعبر عن الايه المشاعر الداخلية. when the hero is the narrator it's easy to express inner feelings. تمام، نوقف الفيديو ونكرر مرتين كده ونكتبها مرة وخلاص. أنا أختار لكم الأسئلة المهمة فقط. سؤال رقم 2 بيقول How would you describe the beginning of the story؟ تصف بداية القصة إزاي؟ Are you enjoying it and why؟ هل أنت مستمتع بيها ولا لأ؟ والله القصة مليانة كآبة صح؟ فنقول It is full of gloom، مليئة بالكآبة. It is full of gloom، It is full of gloom، يا ريت نكتبها It is full of gloom. على فكرة يا ريت نحفظ جمل عشان نفس الجمل ده تساعدنا أيا كان السؤال إيه؟ هوريكم دلوقتي. It is full of gloom, loneliness and suffering. يبقى انها مليئة بالكآبة، loneliness الوحدة، suffering المعاناة. تمام؟ هتحفظ الجملة دي وهتجاوب الإجابة دي في أي سؤال لنفس المعنى. إيه رأيك في القصة، حلوة ولا وحشة؟ طيب جو القصة لذيذ ولا لأ؟ حاجات زي كده. هتقول It is full of gloom, loneliness and suffering. ولو أنت من الشخصيات اللي مش بتحب المعاناة والحاجات دي زي أغلب الناس، هتقول I really don't like this mood، مش بحب الوضع ده او الجو ده. تمام، ولو انت شخص كئيب هتقول ايوه بحب، مفيش مشكله. هتقول يا مستر لو قلت yes تمشي؟ تمشي مفيش مشكله، ما هو critical thinking، تفكير نقدي. رقم 3، why do you think Pip visited his parents grave؟ ركز على السؤال ده قوي، ليه Pip في اعتقادك زار المقبره بتاع والديه on Christmas Eve، في ليله كريسماس؟ واحد يتيم هيزور قبر والديه ليه؟ أكيد عشان إيه؟ he missed them، وحشهم، افتقدهم. احفظ معايا الجملة المفتاحية دي، هنقول Pip felt lonely and sad. احفظ الجملة دي Pip felt lonely and sad، ومشيها مع أي سؤال. يبقى Pip felt lonely and sad، أي سؤال عن Pip الكئيب يبقى felt lonely and sad. ولو عايز تضيف عليها الحتة اللي جاية دي لذيذة خالص، he missed his parents، او ممكن اقول he missed يعني افتقد family warmth يعني الدفء الاسري او الحنان الاسري. برضو الجملة دي حلوة ما فيهاش ولا كلمة صعبة، احنا واخدين warm يعني دافئ، نضيف لها th تبقى الاسم زي grow growth وهكذا. يبقى he missed family warmth، معنى افتقد الايه الى دفء الاسرة. رقم 4 بيقول How does Dickens use the natural environment to reflect the character's feelings؟ ازاي ديكنز استخدم البيئة الطبيعية لتعكس مشاعر الشخصيات؟ هو استخدم ايه؟ هنقول مثلا he used، بص هنختصرها لكم في دي، هنقول Pip's afternoon was cold and gray. استخدم كلمتين cold and gray، ولازم تعملهم ما بين علامات تنصيص عشان تقول للمصحح انا قصدي الكلمتين دول يعني. تمام، ونضيف عليها طب استخدامه لكلمة cold و gray يدل على ايه؟ ان this period of Pip's life was dark and sad، ان الفترة دي بتاعت Pip كانت ايه؟ dark and sad، مظلمة
وحزينة. ممكن نضيف عليها الجملة اللي قلناها من شوية as Pip felt lonely and sad. عشان كده قلت لكم في جمل مفتاحية تساعدنا في أي إجابة. تمام كده؟ طيب كمان استخدم حاجة تانية أضيفها لكم عشان لو نسيتوا cold and gray هتقولوا مثلا كان اتكلم عن angry red sky. angry red sky تمام؟ السماء الحمراء الغاضبة. ممكن أقول the writer الكاتب used the words استخدم الكلمات وأعمل علامتين تنصيص angry red sky to show لكي يوضح إيه how gloomy the weather was كيف كان الإيه الطقس كئيبا. ممكن أقول مثلا it indicates يعني تشير إلى that Pip was scared كان خائفا فكان بيتخيل أي حاجة تخوفه red بقى حمرا وكده. وضحت؟ السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول the relation between Pip and his sister and her husband was strange. العلاقة ما بين Pip واخته وزوجها كانت غريبة. Do you agree؟ أيوة طبعا. فاكرين احنا قلنا دي اخته المفروض ايه؟ المفروض تبقى حنينة معاه. هقول لكم على إجابة أحلى من اللي قايلها الكتاب. برضو فيها جملة مفتاحية Mrs. Jo was اللي هي Pip's sister was cruel to Pip كانت قاسية مع Pip to Pip. نحفظ برضو الجملة دي هتساعدنا في كذا ايه سؤال. Mrs. Jo was cruel to Pip. Mrs. Jo was cruel to Pip تمام. although بالرغم خلي الايه سمول عشان في نص الجملة although بالرغم she was his sister كانت اخته بالرغم انها كانت اخته فالطبيعي انها كانت تبقى حنينة معاه. اللي عايز يقول الطبيعي انها كانت حنينة معاه فنقول naturally she should have been a kind to him بس احنا مش نقولها عشان ما نطولش الجملة. يبقى Mrs. Jo was cruel to Pip although she was his sister. strangely strangely بشكل غريب strangely وممكن اقولها برضو by contrast على النقيض by contrast او on contrary تمام على النقيض بقى her husband زوجها her husband was ايه was kind to him كان طيب معه was kind to Pip. طيب رقم 6 بيقول Mrs. Jo wasn't very loving towards Pip. خلاص احنا خلاص عرفنا اجابة السؤال ده للنفس اللي قلناه. Mrs. Jo ما كانتش محبة لبيب. Do you agree؟ نعم اتفق طبعا مع هذه العبارة. Explain your answer. هتقول نفس الكلام اللي احنا قلناه كان بتعامله وحش والكلام ده كله. قلنا she was always cruel and angry with him ونضيف عليها she was always كانت دائما complaining about him. complaining about him كانت بتشتكي منه على طول. برضو الجملة دي جملة مفتاحية ياريت نحفظها she was always complaining about him. السؤال السابع بيقول then a man appeared from behind a grave وبعدها ظهر رجل من وراء الايه القبر. I nearly jumped off my skin. What does jumped off my skin mean؟ العبارة jumped off my skin معناها ايه؟ احنا قلنا ان Pip كان خايف جدا يبقى Pip was extremely scared كان خائفا جدا. رقم 8 What is your impression انطباعك ايه of the man that Pip meets in the graveyard انطباعك ايه على الراجل اللي قابله Pip في الgraveyard. Clarify your answer وضح اجابتك. بصوا هو اجابة الكتاب عجباني جدا فنحفظها. I feel he was a helpless person انا حاسس انه شخص ايه helpless بائس miserable نفس المعنى. A professional criminal فالمجرم المحترف wouldn't risk his life مش هيخاطر بحياته asking a child for help. برضو هنحفظ الجملة دي لان دي جملة مفتاحية. A professional criminal wouldn't risk his life asking a child for help. المجرم المحترف مش هيخاطر بحياته انه يسأل او يطلب من طفل المساعدة. كمان مرة A professional criminal wouldn't risk his life asking a child for help. قسموها مقاطع. A professional criminal wouldn't risk. A professional criminal wouldn't risk his life asking a child for help. رقم 9 بيقول How do you think Pip knew from the very beginning that the man he saw in the graveyard was an escaped convict? في اعتقادك كيف علم بيب منذ البداية أن الرجل الذي رآه في المقابر كان سجينا هاربا؟ طبعا واضحة جدا شاف الكلبشات في رجليه ليج ايرنز وكمان كانت الملابس بتاعته old gray clothes.
رقم 10 بيقول Why do you think the escaped convict was very lucky to see Pip in particular؟ في اعتقادك، خلي بالك من السؤال ده مهم خالص برضه، في اعتقادك ليه الهارب ده أو السجين ده كان محظوظ جدا إن شاف Pip in particular، خصوصا خصيصا يعني not another child، لأنه كان عايش في بيت حتى بس. يبقى نقول إيه، نحفظ الجملة دي Pip lived in the house of a blacksmith. Pip كان عايش في بيت حدد. Pip lived in the house of a blacksmith. Pip lived in the house of a blacksmith. وممكن أكمل وأقول وده خلى الموضوع سهل بالنسبة له، إنه get a file، يجيب مبرد للconvict عشان يعمل إيه، برضو نحفظ الجملة دي take off his leg irons. يبقى ممكن يسألك ليه Pip جاب للconvict مبرد، قول to take off leg irons، to remove leg irons، لكي يزيل الايه كلبشات الرجلين او قيود قدميه. رقم 11 بيقول if the escaped convict met another boy، ده عكس السؤال رقم 10، لو قابل ولد تاني كان هيطلب منه مبرد ولا لا؟ طبعا حسب الولد ده ساكن في بيت حداد ولا لا، في الغالب مش هيكون، يعني مش كل الاطفال ساكنين في بيت حداد، ففي الغالب مش هيلاقي معاه مبرد. هو السؤال مش مهم. سؤال 12 بيقول ماجويتش ذا اسكيبد كونفكت، هنكتشف بعدين ان السجين الهارب ده وليه قصه طويله جدا كان اسمه ماجويتش، ريسكد هيز لايف، خاطر بحياته وين هي اسك بيب فور هيلب. طبعا نفس السؤال ده جاوبناه قبل كده لما قلنا هفكركم a professional criminal، المجرم المحترف ماله بقى فاكرين wouldn't risk، مش هيخاطر wouldn't risk، مش هنستخدم will يا شباب عشان wouldn't في الماضي، wouldn't risk his life، لن يخاطر بحياته asking a child، في طلبه من طفل for help، للمساعدة. واضيف عليها بقى هنا عشان السؤال مثلا ان الطفل ده ممكن يقول الناس the child could have told people، كان بلغ عنه يعني، ماشي. بس دي إجابة السؤال، يعني تكرار لسؤال سابق بس ضفنا عليها إيه the child could have told people، كان ممكن يقول للناس وكده. رقم 13 how does Pip's replies، كيف لردود Pip to the convict show his fear، هو فضل يقول sir يا سيدي ويكرر ويتهته في الكلام فكان خاف جدا، فنقول تكرار كلمة sir، تكرار يعني repetition جاي من فعل repeat، يبقى Pip's repetition of the word sir and Joe Gargery shows that he was scared. برضو الجملة دي مهمة، Pip's repetition of the word sir and Joe Gargery shows that he was scared. Pip's repetition of the word sir and Joe Gargery shows that he was scared. سؤال رقم 14 بيقول graveyard she shouted، صاحت بصوت عالي كده وقالت مقبرة You are lucky not to have been put in the graveyard long ago. ده انت محظوظ ان احنا ما حطيناكش في المقبره من زمان. ده بيوضح ايه من ميس جو؟ هنجاوب ونقول ان بيب واز لاكي، بيب كان محظوظا because he didn't die، ما ماتش زي اخواته كده، تمام؟ واقول ده بيبين ان she didn't like the idea of looking after Pip، ما كانتش عجبها فكره الاعتناء ببيب after his parents' death. وركزوا على الجمله دي اللي هي didn't، وأيا كان الفاعل مين هنستخدمها في كذا سؤال، didn't like the idea of، didn't like the idea of، وبعدها اسم أو verb ing، يبقى ما كانش حابب اللي هو الفاعل ده، أو لو واحدة ما كانتش حابة فكرة كذا كذا. سؤال رقم 15 بيقول What do you think of Mrs. Joe as a sister and a wife؟ طبعا سيئة للغاية، هتقول أعتقد أنها كانت أخت سيئة، ونقول الجملة اللي حفظناها أنها كانت قاسية مع Pip، تمام كده She was cruel to Pip، وكانت a bad example، مثل سيء للwives، دائما كانت بتشتكي أنها إيه She was always complaining about being a blacksmith wife، أو نقول الجملة اللي احنا قلناها She didn't like the idea of being the wife of a blacksmith، ما كانش عاجبها فكرة ايه انها تكون زوجة حداد، أو نقول جملة complain about يشتكي من. 16 Why do you think some convicts were kept in prison ships at the time؟ فرأيك ليه كان دايما يحط السجناء في داخل سفن في ذلك الوقت؟
ربما مثلا يخلوا الموضوع صعب, make it difficult for them to escape, يخلوا الموضوع صعب عليهم انهم يهربوا, as those broken old ships were surrounded, لان السفن دي كانت محاطة, were surrounded by deep water and marshes, كانت محاطة بالمياه العميقة والمستنقعات. رقم 17 بيقول although Pip was scared of the escaped convict, انا شايف ان اوف افضل من باي, يبقى بالرغم من ان بيب كان خائف من السجين الهارب, الا انه he felt sorry, حس بالايه بالحزن والاسى لو صعب عليه, يعني for him explain why. بصوا بقى سيبكم من اجابه الكتاب واكتبوا معايا, he had mixed feelings, كان لديه مشاعر مختلطه, تمام, as he was scared, لأنه كان خائفا, he was scared of the convict, من السجين, تمام كده, and at the same time, وفي نفس الوقت, at the same time, في نفس الوقت, he felt sorry for him, خلي بالك في السؤال قال اديني السبب, فأقول مثلا because او maybe because, ربما لأنه he was weak, كان ضعيفا, hungry, جائعا, تمام, and shivering او and shaking, وكان بيرتعش. والكتاب ضاف وقال ممكن يكون الراجل بقى برضو seemed lonely, كان يبدو عليه الوحدة تماما زي مين, زي بيب, برضو حلو ممكن نضيفها. سؤال رقم 18 بيقول Pip stole the meat pie secretly, بيب سرق الفطيرة بسرية, to give it to the escaped convict, عشان يديها للسجين. Why do you think he didn't ask his sister, في اعتقادك ليه ما طلبش من أخته أو زوجها her husband for food for the man instead of stealing it, بدل ما يسرق الأكل ده. I think because he was afraid, لأنه كان إيه خائفا, فاكرين لما قال له هتعمل كده ولا موتك, هدده صح, لما قال له ايه let you live, هسيبك تعيش, he was afraid, كان خائفا, that the convict would hurt him, ان السجين ممكن يأذي. ممكن نكتفي بالاجابه دي, نكمل ونقول perhaps because he knew that they wouldn't agree, او هما ما كانوش هيوافقوا, صح, كله صح, to give food to the man or they might tell the police about him, اي اجابه من الثلاثه اللي هو he was afraid that the convict would hurt him, كان خايف منه عشان هدده, او مثلا ربما هو عارف انه اخته وزوجها ما كانوش هيدوله الاكل ده, او كان ممكن يبلغوا الشرطة. رقم 19, if you were Pip, لو انت مكان Pip, would you take food and a file to the convict, هتودي له الاكل والمبرد ولا لا؟ Of course not, بالطبع لا, helping an escaped prisoner, مساعدة سجين هارب, is against the law, ضد القانون, in addition, بالإضافة, the convict might be dangerous, السجين ده ممكن يكون إيه خطير. أنا شايف إجابة تانية أفضل, of course yes بقى, لأنه صعب عليه, صح, مش قال كده, هنقول yes, as مثلا I felt sorry, أنا كنت حاسس بالإيه, I felt sorry for him, كان صعبان عليا مثلا, as he was weak, hungry and miserable. رقم 20, Pip made a big mistake, Pip عمل غلطة كبيرة بقى, when he took the meat pie from his sister's kitchen without telling her, بدون إخبارها. Do you agree or not? طيب I completely agree, أتفق تماما. It's not morally right, جملة دي مهمة جدا, It's not morally right, ليس من الصحيح أخلاقيا to steal things, أن تسرق الأشياء, يعني ممكن نكتفي بالإجابة لغاية هنا. In addition, بالإضافة, he put his sister in an embarrassing situation, برضو الجملة دي جميلة, he put, وضع his sister, أخته, in an embarrassing situation, في موقف محرج, ماشي, in front of her guests. كمان ممكن أقول if she had discovered that he took it, لو اكتشف أو اكتشفت إنه خدها, she would have punished him, كانت هتعاقبه. اختار أي إجابة من التلاتة. كمان مرة, it is not morally right to steal things, ليس من الأخلاق أن تسرق الأشياء. ممكن أقول he put his sister in an embarrassing situation, وضع أخته في موقف صعب.
رقم 21 بيقول Pip had a sound conscience. عندنا كلمة science معناها علوم، هنضيف لها C-O-N تبقى conscience معناها ضمير. كلمة sound هنا كصفة معناها سليم، يبقى Pip كان عنده ضمير سليم، ضمير حي يعني. هل تتفق؟ نعم. جملة he felt guilty بس هي الإجابة. Yes, he felt guilty after stealing the food and the fight. بس he felt guilty after stealing the food and the fight. He felt guilty. احفظ الجملة دي. He felt guilty after stealing the food and the file. رقم 22 بيقول luck اللي هو الحظ and coincidence. Coincidence معناها الصدفة. الحظ والصدفة. Rescued Pip. أنقذوا Pip from punishment من العقاب after he had stolen the meat pie. بعد ما سرق الايه؟ الفطيرة. Illustrate. وضح. فاكرين لما الجنود دخلوا؟ هو ده الحظ. يبقى نقول ايه؟ some soldiers من بعض الضيوف او الجنود، مش الضيوف، بعض الجنود soldiers wanted a blacksmith to repair some handcuffs arrived at the same time. At the same time في نفس الوقت when his sister discovered about the pie، لما اخته اكتشفت بشأن موضوع الفطيرة. So that لذلك هذا جعل ايه؟ made them all forget about the pie، جعلهم ينسون امر الفطيرة. كمان مرة some soldiers wanted a blacksmith to repair some handcuffs at the same time when his sister discovered the missing pie or meat pie. تمام؟ that made them all forget about the pie. سؤال رقم 23 بيقول the soldiers came to Mr. Joe the blacksmith to repair some handcuffs. جاء الجنود إلى السيد جو الحداد لإصلاح بعض إيه الكلبشات أو الأصفاد. يا ترى في اعتقادك بقى الأصفاد دي كانت لمين؟ أكيد للتو convicts اللي احنا شفناهم في المستنقعات. يبقى I think they were damaged by the convicts when they escaped. طيب أو ممكن أقول they were the handcuffs of the two escaped convicts. دي أو دي، مش الاتنين مع بعض. They were the handcuffs of the two escaped convicts. 24 بيقول if you were in Pip's shoes. هنا shoes مش معناها الحرفي يعني جزمة يعني، لا لو انت مكان Pip يعني كأنها place. لو انت مكان Pip would you tell the soldiers you saw the escaped convicts. هتقول للجنود ان انت شفت السجناء الهاربين. why not. الإجابة بتاعت الكتاب وعجباني yes I would tell the soldiers about them. أيوه هقول لهم they were criminals who should have been put in prison. المفروض كانوا يتحطوا في السجن. وممكن حد يقول لا ممكن يكون هم مغلوبين على أمرهم وهم فقراء عشان الظروف دفعتهم لارتكاب الجريمة والحاجات دي كلها تقابلنا قدام. تمام. رقم 25 بيقول put yourself in Pip's place. ضع نفسك مكان Pip and guess why he didn't tell the soldiers. دي القصد عليه. وخمن ليه هو ما قالش للجنود على الهاربين دول. اعتقد ان Pip sympathized معناها تعاطف with the first prisoner مع السجين الأول اللي هو ماكويتش اللي احنا قلنا كان ايه weak hungry and shaking. تكفي. أو ممكن أقول perhaps Pip thought the convict suffered from cruelty just like him. ربما ان السجناء دول عانوا من القسوة مثله تماما فهو تعاطف معهم. تمام. يبقى ممكن أقول I think Pip was sorry for them as they ate were weak, hungry and shaking. ممكن أقول إن هم suffered from cruelty، عانوا من القسوة just like him. أسئلة بصراحة وإجابتها عميقة جدا. 26 بيقول Joe and Pip followed the soldiers. Joe وPip مشوا ورا الجنود to the marshes to help arrest the two convicts. Do you agree with that or not؟ أنت متفق مع الكلام ده ولا لا؟ No, I don't agree with that. On their way في طريقهم to the marshes إلى المستنقعات both Joe and Pip wished the convicts wouldn't be arrested. يبقى ما كانوش رايحين يساعدوا، بالعكس هم رايحين تأدية واجب كده، وبينهم بين نفسهم قالوا يا ريت ما يقبضوش عليهم. يبقى Joe and Pip wished the convicts wouldn't be arrested معناهم ايه؟ تمنوا انهم لم يتم القبض على السجناء. اخر سؤال بيقول Even Joe sympathized with the escaped prisoners. حتى جو تعاطف معهم. Illustrate giving a possible reason. وضح إجابتك بسبب محتمل لأن ما عندناش حقيقة في القصة. I think Joe believed that poor people. حلوة قوي وعميقة قوي. Poor people
الناس الفقيرة poor people suffered the cruelty of life، كانوا يعانوا من قسوة الحياة. وبالتالي poverty الفقر sometimes makes people commit crimes، يبقى الفقر أحيانا يجعل الناس يرتكبون الجرائم. يلا نحفظها مع بعض. Poor people suffered the cruelty of life. Poor people suffered the cruelty of life. الناس الفقيرة عانت من قسوة الحياة. Poor people suffered the cruelty of life. Poverty الفقر sometimes makes some people commit crimes. طبعا ده مش مبرر، بس احنا بنقول إجابة ايه محتملة او سبب محتمل. Poverty الفقر sometimes احيانا makes some people، يجعل بعض الناس commit crimes، يرتكب الجرائم. طبعا الأسئلة في البارت 2 بتكون factual يعني حقيقية، بيسأل عن الأحداث وكده، ودي للأزهر الشريف انت اقرأها كده سريعا عشان تثبت معاك الأحداث. افتحوا معايا صفحة 16، هنحل الأسئلة اللي هي test yourself على chapter 1. السؤال الأول بيقول Pip was a miserable child. Pip كان طفلا بائسا. Explain giving two reasons. ادي سببين بقى. طيب فاكرين الجملة المفتاحية اللي قلنا he felt sad and lonely، he suffered from loneliness الوحدة، he missed family warmth، والكلام ده كله قلنا في جمل مفتاحية لازم نحفظها تساعدنا في أي سؤال. الجملة كالتالي he was an orphan، كان يتيما، he missed family warmth، افتقد لحنان الأسرة، he felt lonely and sad. أكيد حفظتوها طبعا. السؤال رقم 2 بيقول nature was as sad as Pip illustrate. برضو جاوبنا على السؤال ده قبل كده. Pip's afternoon was cold and gray. فاكرين cold and gray just like Pip's life، مثل حياة Pip. السؤال الثالث بيقول if you were Pip، لو انت مكان Pip، would you go to the graveyard on Christmas Eve؟ why not؟ طبعا تقريبا نفس إجابة السؤال رقم واحد، هقول yes as I missed مثلا my family warmth، افتقدت لدفء الأسرة، and وكمل بقى he felt مثلا أو I felt، لأني مكانه I felt lonely and sad. سؤال رقم 4 بيقول it was strange that Pip's sister didn't like him. كان من الغريب ان اخت بيب ما كانتش بتحبه. while her husband، بينما كان زوجها liked him، كان بيحبه. comment برضو جاوبنا على السؤال ده وقلنا she was cruel to him although she was his only sister، on the other hand her husband was kind to him. يبقى كانت قاسية معه بالرغم انها كانت اخته الوحيدة كمان، his only sister. on the other hand، على الجانب الاخر، her husband زوجها was kind to him and treated him well. سؤال رقم 5 بيقول no one can make up for parents، مفيش حد هيقدر يعوض الأبوين. قلنا make up for تساوي compensate for، يعوض. comment using Pip as an example، علق على العبارة دي مستخدما Pip كنموذج أو مثال. Pip lost his parents، he lived with his sister but she treated him badly and cruelly. She didn't compensate him for his parents. Pip عاش مع إيه؟ أخته. طبعا الأول فقد والديه. Pip lost his parents. وعاش مع أخته. But she treated him badly and cruelly. بس عملته بقسوة وبسوء. She didn't compensate. وركز على الجملة دي. She didn't compensate him for his parents. هي ما عوضتوش عن إيه؟ For his lost parents. والديه المفقودين. السؤال السادس بيقول Joe Gargery was a kind man. Joe Gargery كان رجل طيب. Do you agree or not؟ متفق على الكلام ده ولا لا؟ Why؟ وليه؟ I completely agree. أتفق تماما. He treated Pip better than his own sister. أتفق تماما لأنه عامل Pip أفضل من أخته. أفضل من أخت مين؟ Pip. رقم 7 بيقول If you were Mrs. Joe، لو انت مكان Mrs. Joe، how would you treat Pip؟ ازاي كنت هتعامل Pip؟ support your answer، ادعم اجابتك with two reasons، بسببين. هقول مثلا I would treat him kindly as he was my only brother، in addition he lost his parents. هعامله بعطف وبطيبة لانه اخويا الوحيد، وبالاضافة لكده كمان هو ايه؟ يتيم. he was an orphan، he lost his parents. السؤال الثامن بيقول if you were Pip، لو انت مكان Pip، would you love Mrs. Joe؟ هتحب Mrs. Joe اللي هي اخته؟ why not؟ طبعا لا، no، لا، because she was، وكمل نفس الجملة، because she was cruel to me،
كانت قاسية معي. She was cruel to me. وممكن أكمل وأقول إيه؟ She treated me badly. عملتني بسوء. She should have compensated me for my lost parents. كان المفروض عوضتني عن إيه؟ عن والدي اللي توفوا وهكذا. طيب السؤال رقم 9 بيقول If you were Joe Gargery، لو أنت مكان الحداد اللي هو Joe Gargery، would you be happy with a wife like Pip's sister؟ هل هتكون سعيد وراضي بزوجة مثل أخت بيب؟ Why not explain with two reasons؟ برضو هقول no. سؤال رقم 9 هقول no. ده كان 8. No لا. She was always كانت دائما من فاكر complaining كانت دائما بتشتكي شكاء بكاء about بشأن her life حياتها. تمام كده. ممكن اقول she didn't like ما كانش عاجبها. فاكرين she didn't like جملة مفتاحية. she didn't like the idea of being ان تكون ايه a black smith wife زوجة حداد وهكذا. طيب نيجي بقى للسؤال العاشر بيقول luck helped Mrs. Joe as a wife. الحظ ساعد Mrs. Joe كزوجة. explain how اللي هي جملة when the soldiers مثلا ممكن أقول when the soldiers الجنود came into the house لما دخلوا البيت. تمام that وده made all the guests جعل الضيوف forget about the pie ينسوا امر الايه الفطيره. وممكن حد يجاوب في حته تانية خالص ياخدنا لحته تانية خالص يقول لك كانت محظوظه انها كانت زوجة بيب اصلا ان او زوجة جو جارجري على اساس ان جو جارجري طيب وكان بيعملها حلو جدا. تمام كده. وهي كانت وحشه فكانت محظوظه انها يكون لديها زوج زي جو جارجري. هقولها ازاي بقى؟ هقول she was lucky to have a husband like Joe Gargery. He was so kind to her. السؤال رقم 11 بيقول if you were Mrs. Joe، لو انت مكان Mrs. Joe what would you do، هتعمل ايه بقى about the pie بشأن الفطيرة that disappeared اللي اختفت. هقول مثلا I would prepare كنت هجهز مثلا anything else اي حاجة تانية anything else. تمام quickly او fast يعني بسرعة quickly to serve لكي اقدمها to the guests للضيوف to the guests. من كده سؤال رقم 12 بيقول Pip took the file. Pip أخذ المبرد and the pie والفطيرة to the convict للسجين out of fear بدافع الخوف. Do you agree or not؟ هل تتفق مع ذلك ولا لا؟ اعطي أسباب. هنقول مثلا I partially يعني بشكل جزئي agree أتفق بشكل جزئي. He was scared بالفعل هو كان خائف. He was scared of the convict. ممكن أضيف أقول because he threatened him لأنه هدده. But at the same time ولكن في نفس الوقت at the same time في نفس الوقت he felt sorry for him. رقم 13 بيقول why do you think Mrs. Joe في اعتقادك ليه Mrs. Joe wasn't as kind and friendly as Mr. Joe to Pip؟ ليه ما كانتش طيبة ودودة زي زوجها مع بيب؟ ليه؟ ايه رأيكم؟ انا شايف مثلا perhaps she was jealous of Pip
ربما كانت غيورة من بيب. As Mr. Joe treated him very kindly. طبعا هو انتوا عارفين النساء دايما غيرات صح، فاخوها عايش معاها وجوزها بيعامله حلو جدا، فممكن غارت منه صح، او ممكن اقول perhaps، ربما perhaps مثلا it was her nature، it was her nature طبيعتها كده كانت وحشة اصلا. وممكن اقول نفس الجملة اللي هي she didn't like the idea، she didn't like the idea of being a mother for her brother وهكذا. بيب يعني.